مرات أفكر في الوقت، لو نقدر نرجع الزمن أيام أو سنين، يا ترى نقدر نصلح أخطائنا؟ نقدر نغير شيء في حياتنا؟ يمكن لو حملي تم كان ما صار اللي صار ولا تفرقنا. ويمكن لو جراح تزوج دانا من غير رضا أهله كان الحين هو عايش معاها وهالولد ظناه. ويمكن لو سعاد صبرت على حال وليد كان هي للحين قاعدة معاه على ذيك الطاولة تضحك وتسولف وسط عيالها. ويمكن لو سبيج اختارت الطلاق وعاشت في بيت أهلها كان ما ارتكبت هالجريمة. وألف يمكن تدور براس الإنسان كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية. تقلوا أنك على ذمة فهد واستمرقتي، بيعطيك كليته هو ما قدر يضحي مرة، يضحي بشيء بجسمه. شو اللي تبين توصلين له؟ ساعات الإنسان يمر بظروف بعدها يبكي ويتضايق ويزعل، لما تذكر هالأشياء يبتسم، لأن الإنسان علمه محدود، بس في رب يدبر كل شيء، كل شيء له حكمة. ونعم بالله. نون والقلم وما يظنون، لا يمنون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، وما أنت ما أنت بنعمة ربك بمجنون. خلاص 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 يما، هذا قرآن كريم، حرام نغلط فيه يما، حفظوا عدل، باكر عندكم امتحان. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية عمتي، قاعد درسينهم؟ إي يا يما، شو أسوي؟ الله يفك عقمهم إن شاء الله، يا قادر يا كريم. روحوا 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 لعبوا مع نواف وخالد، وأنا بعد شوية أسوي واجباتكم. حفظوا الآية يا إما، باكر عندكم امتحان. ناقصك يا عمتي؟ محامي سبيشة صار عليه، وقال لكم الصار، قال يبي فلوس، والشباب بسم الله عليهم كلهم تحاططوا وعطوا ومتابعين القضية. الله يسامحك يا سبيجة ويفك عقدك إن شاء الله. إن شاء الله. كانت حركتي قلوبنا، سويتي لنا علش بحلوج اللي يسوى واللي ما يسوى.
يوسف ترى ما انت مجبور تسوي هالعملية مهما كان هذه صحتك. سارة أصلا أنا ما أتخيل حياتي من غيرك، أنا وعيالي اللي محتاجين لك، كل هذا عشانك ولد حاتي. أول مرة أحس إن هالعقد يخنقني، كنا قيد حوالين رقبتي، قيد منعني من أشياء وايد. لازم أتخلص منه وافتح قلبي الحب جديد للإنسان اللي ضحى عشاني. أدري لا تحاولين تقنعيني، أنا ماني راضية. عمتي جراح يحبها وشاريها، وش كثر دشينا بيوت الخطب يطلع بكل واحدة عذره، وانت تدري ليش مرده بيتزوج ثاني وبينساها. تبين قصة فهد تنعاد؟ ايش قصدك؟ يعني ياخذ واحدة، هالوحدة تدري انه بقلب جراح واحدة ثانية، ويصير فيها نفس اللي صار بسارة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. يا هلا عمتي. ما اشوفك شو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خطاكم السو حبيبتي. عمري شلونك يا ماما؟ شلونك حبيبتي؟ الحمد لله. أحسن؟ أحسن. هلا الحمد لله على السلامة. شلونك حياتي؟ شو أخبارك؟ شلون صحتك الحين؟ أحسن؟ أحسن الحمد لله يا رب العالمين. شلونك أبو عبد الله؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حصة، خليك يسلمك. والله يا وليدي ما راح أنسالك هالجميل أبد. عفا عليك عمتي، أي جميل. أنا ما عندي أغلى من سارة. خالتي شنو هذا؟ شوكليت؟ اي هذا شوكليت، اخذيه وزيع الكل. يلا ولي قضو طقيتي بمصير تموت على الكاكاو، تقول مو شايفته ابد. يا باي مام ترى حتردون البيت، ملينا واحنا نيجي المستشفى، انا بنقعد بالبيت شوي. منك قريب ان شاء الله برجع البيت قريب يا ابو لسانين. اهدي شوي من اسئلتك. ما اقدر اضحك وايد. استغفر الله العظيم، استغفر الله ربي العظيم. ماما نعم. ماما سعد برا يا بني انت. منو سعد؟ هذا جاس بابا وليد. هذا ايش جايبها؟ ايش تبي؟ ما ادري ماما. شلونك خالتي؟ هلا خير أمري. بغيت وليد بموضوع قاعدة اتصل فيه ما يرد على تليفوناتي، وأبيك تساعديني. شوفي حبيبتي، موضوع اليهال والمحاكم هذا موضوع حلو بيناتكم. لا خالتي، الموضوع شيء ثاني. ميري. نعم مدام. روحي نادي بابا. إن شاء الله مدام. تفضل استريحي استريحي. يما 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 يما. شنو شنو ايش فيك؟ شوفي ابوي منزلين بحفل التكريم. شوف عطني. يما كم مرة بتشوفينه؟
يلا قوم ودش داخل. والايباد خلصني قوم دش داخل يلا. ردك انا ما بقى الا كم يوم واطلع من العده. لا بالله يا نيتي انت مصدقش تحكين وليد؟ احنا بيننا يا هال وهم محتاجيننا احنا الاثنين. خل عنك المشاكل والمحاكم. المفروض ان محتاجين لنا يا ما تكلمت ويا ما نصحت. أصريتي على الطلاق وتركت البيت وتزوجتي والحين يا جيتني عشان أردك عقب ما فلستي من كل شيء. خالتي قولي عافيك كلمي أبيش تقنعينا. أمرته عادي ما عندي مشكلة يخليها على ذمته ويردني. دلال بنت الحلال رضت تقوم بدورك. غسلت ووكلت ودرست وشالت وحطت وانتي حضرتك لاهية بروحاتك وياياتك وسفراتك. الحين تبيني أردك وقذ بنت الناس؟ وليد ولي عافيك وخلات عيالنا طلبتك ردني. طلعي برا وليد. أنا مستعدة أسوي لك اللي تبي وأنفذ كل أوامرك وخلات أمي تكردني. سعاد لا تفشلين روحك زيادة. طلعي برا. خالتي واللي عافيك أنت حاجي خلي ردني عافية طلبتك. لا تذلين نفسك أكثر من كذي. روحي بيتكم. بدل بتطلع وين بتروح؟ وراح ادور عيال سبيكه. ليش وينهم؟ ما ادري بدريه تقول مو محصلتهم وقاعد تتصل عليهم ما قاعد يردون عليها. اي عاد عيال سبيكه ينان ومقعدين تلقاهم يا عند باب الجمعيه يا لازقين ببيت احد من اليران. والله بلشتنا فيهم بلشه سبيكه. غلطاني. مفروض ابوهم اللي بتلش فيهم مو انت وهو ملتزم فيهم. ابوهم اساسا من يوم قطهم البيت ما يدري عنهم يبي الفكه. خليها على الله بس. تبين شيء؟ سلامتك الله وياك. فهد اقول لك يب مميه حق ندويه مميتها انكسرت. اوكي تعال تعال تعالوا
تعال 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 أدري طولت عليك وايد ساعة وأنا انطرش عند الباب على ما سويت العشاء وتطمنت عليه وي بدري أنت شو متحملته سامي عسر أكثر من قبل صدقين ساعة أقول متى تجي للشجاعة أطلب الطلاق بس اكتشفت أن الشجاعة أني أتحمل هذا الزواج وأتحمل سامي عفية قلب أطباعه كلش مو مال واحد يتحملها هو عوي وأنا مضطرة أتعايش مع واحد عوي الله يعينك صدق شيء مو سهل بالمرة وإن شاء الله الله يقويني وأتحمل إن شاء الله إن شاء الله شنو هذا؟ يا أمومنا أمومنا يا سنة بيت الهدف إحنا ما ننسى فضلك حتى آخر عمرنا يا أبونا أمومنا يا سنة بيت الهدف الله ذمتك تلقين يا هال حلوين كذي؟ عمري ما راح ألقى نفسهم بالدنيا هذه كلها تعالي يما بديتكم وأنا تعالوا تعالوا بعد عمري ولا احنا بنلقى اغلى منك يا سارة الله يخليك لهم ان شاء الله ولا يحرمنا منك بعد عمري الحمد لله على سلامة فيها حلوة ما أدري يعني أحس الصورة كذي باهتة ما فيها شيء يلفت النظر أنا أحبها سيمبل كذي إيش فيك ومنو قالك الناس تحب السيمبل ترى الناس ما يحبون كذي يحبون شيء أوفر لا الحين أنت مو تبيني أنا أساعدك إيه خلاص مالك شغل خلي علي ترى أنا عندي ذوق إيش فيك شوف شوف انطر انطر لحظة يا عمي شرالة من حلالة علة نعم لا لا قاعد غشمر انطر شوف الحين شو راح يطلع شكله يهبل حط هذا هني زين وهذا هني شفت حالاته صار وداخل كذي لون اخضر طلع شكله حلو شوف ها يلا صور خلينا نشوف ان شاء الله شوف طالع شفت شلون البنفسجي مع الاحمر يهبل حتى ان النعناع ترى ايش فيك ترى الناس يحبون شي يشوفون صوره شي يعني شكله حلو عطت كذي منظر حلو لون اسالني انا اعرف والله اي لا مبين ما انا انصدمت بصراحه انا انصدمت انزين صدق قول لي متى بتروح المطعم بس اخلص كم لقطه كذي واروح امر عليهم على السريع اي عشان انا بروح معاك ها لا 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 الله يعافيك يعني احنا خلينا بالاستديو المطعم ماشي اوكي ناصر مو من صدقك ترى ما عندي شيء عادي عفا عليك انا اذا بغيت مساعده راح اقول لك خلينا بالاستديو الله يعافيك بعد قلبي اكيد اكيدين اكيدين بس خلص كم لقطه يعني انزل زين لحظه بقول لك عندي فكره صدق بسوي شيء عجيب شوف انطر شوف حط هذه هني شنو هذا ايش قاعد تسوي؟ قاعد اصور حياتي لا عاد انا كلش وجهي مو مال تصوير يلا عاد لا يعني انا اللي وجهي اذا عيط تعال 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 تصور سلفي راح تعرف؟ ايوه
فيك. مو عارف انام. خير؟ ليش؟ كل ما جيت انام حلم بماجد. تعوذ من ابليس. ما ادري ابيك ابيك تسامحيني. على شنو بالضبط؟ على كل شيء. انا لما سامح عشان اخدم نفسي، ما عشان اخدم اللي غلط بحقي. ولما سامح هذا شيء ما له علاقة بالنسيان، هي أشياء تتم بالذاكرة ما تنمحي. وإذا كنت بسامحك ما راح أسمح لك تكرر أخطائك. سامحيني يا بدرية، وعدت إن ما راح أسوي أي شيء يضايقك، بس سامحيني يا بدرية، سامحيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لأني سنة لازم أمشي، لأني عاجل لازم أترك البيت. بعد عمره ما نساها يا خالتي. أنا بمشي لأني سارة موري. بيت ساكتة. والله ما ادري ايش اقول لك. مو عارفة اكتب نهاية القصة. ماني قادرة اختمها. ليش؟ احس ان ودي تكون نهاية القصة مثالية. واللي صار كله عكس اللي توقعته. هذه النهايات تصير بالافلام، بالروايات. ترى الواقع غير. فهمتك. يعني شلون لازم تكون النهاية؟ يعني كل شخص هو يختار نهايته. ما تكون سعيدة أو تكون حزينة، هو اللي يختار. كلامك حلو. غريبة النهايات.
ودائما تكون أصعب شيء في كل قصة. خلاص بابا اروح. سامحنا يبا تأخرت عليك، ودي أمرك من زمان بس أحس ريلي ثقيلة. ما بغيت أمرك يصير لي شيء. أي باي، ودي أكون أنا اللي بمكانك وأعطيك أمري. سامحني 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 يا وصعب نهاية لما يسكننا الإحساس بالذنب، تظل باجي عمرك تحاسب نفسك عقب ما يكون فات الأوان. للرواية ما يوقفون أبد عن قراءتها حتى لو قروا سطر حزين، لأن النهاية ممكن تكون حلوة وسعيدة.
شفتي يا يما المعاريس شلون مستانسين؟ وشوفي جنايني ما شاء الله عليهم شلون حايفين المعاريس حوف، واخوانك طايرين من الفرحة. والله يا يما تمنيناك معانا. سبيكة وين رايحة؟ سبيكة تعالي يا يما، بعدها الزيارة ما خلصت. العافية. الله يعافيك. ها نامت؟ اي نومت توا. حبيبي ولي سلمك، توني رحت الجمعية شريت وايد اغراض، ما قدرت انزلهم بروحي، نزلهم. ماشي اوكي، سوي لي قهوة تركية. تامر من عيوني. ماشي. الو؟ هلا ريم، ايش دعوة عليك؟ لا تسألين عني ولا عن اخباري. هلا سبيكة. لا والله يا اختي على طول في البال، مو ناسيتك. بس وي وي لحظة سبيكة لحظة، والله مو ناسيتك. بس شو تقولين يا اختي، الدنيا تلاهي، وبعدين ذاك اليوم حتى في عرس جراح صراحة مكانك كان خالي. المهم صار على قضيتي. قضيتك فهد واخوانك كلهم مجابلينها، ما شاء الله مو مقصرين صراحة. أنا أبي محامي ثاني، قايلين لي عنه إنه وايد زين، بس ياخذ مبلغ كبير، وأبيك أنت تدفعينه. نعم؟ أنا أدفع له؟ أنا من وين فلوس؟ والله مو شغلي. من الأتليه، تاخذين قرض، تبيعين سيارتك، بيتكم، كيف تصرفي؟ والله يا سبيكة تدرين إنك تسوين عندي عيوني، لو عندي كان عطيتك وما بخلت عليك، بس ما عندي. سمعي عاد. بتساعديني وغصب عليك. انا ساعدتك وما قصرت معاك، ولا انت ناسيه ان انا السبب في زواجك من فهد اخوي؟ ونسيتي ايش سوينا في مرته لما شريتي الاعشاب وخليتيني اعطيها المره لين طاح ظناها؟ تذكري زين. زين سمعي، بشوف شلون اتصرف. خلاص خل وفي بعض قصص الحب نهايتها غريبة، لا البدايات اللي نتوقعها ولا النهايات اللي تخيلناها.
لا كنت أخذ أدوية ولا كنت شيء ثقيل. أنت أصلاً مو هامك الموضوع، ما كان هامك إني كنت حامل. أنا اللي كنت أشيل وأحط وأشري وكل شيء، أنت ما كان هامك ولا شيء. تنكر إنك تشوفها، تنكر إنك تكلمها، قول إنك للحين تحبها، قول إنك للحين تفكر فيها، قول أي شيء بالدنيا غير إنك تبي تساعدها. وأنا قررت أن نهايتي تكون سعيدة حتى لو ما كانت مثالية. هاي يما، تبين أساعدك بشيء؟ اي يما، شفتي الصحون اللي هناك؟ يبيهم بسرعة إن شاء الله. عيد ميلاد منهم؟ مو عيد ميلاد، عيد زواج أمي وأبوي. في هدايا؟ في وايد هدايا حبيبتي، بس روحي رتبي الصالة قبل لا يبوك. يلا بسرعة بسرعة إن شاء الله حبيبتي. شذي تمام عدل؟ إيش؟ أبوي وصل، أبوي وصل، سمعت صوت سيارته. صدق؟ زين شكلي مرتب حلو؟ إي عجبتي النينين. زين بسرعة جيب الولاعة من الدرج، بسرعة بسرعة بسرعة. وصل أبوك؟ إيه. أعطيني أعطيني خليني أشوف الشمع بسرعة. Happy birthday to you. الله 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 الله. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا أغلى هدية رزق يا رب يا الله. يا شنو هذا؟ عيد ميلاد منو؟ عيد ميلادي أنا وماما. Happy birthday to you. كل عام وانت بخير يا حياتي. وانت بألف خير يا رب. إن لو يرد فيني الزمن ما أغير شيء في حياتي. يوسف يحبني من كل قلبه، وعياله صاروا عيالي. المفروض إني أكتب نهاية القصة،
أن قصتي انتهت، بالعكس أحس توها بدت.